انت مسلم؟ هو مسلم، هو ما عاشق. اهلا وسهلا. هذا عمره 7 سنين. شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ ماكو علاج له. شنو ذنبه؟ بس الله يوفقه. شنو ذنبه هذا الطبيب؟ وما وفرنا القطرات راح تروح عيوني راح اعمل لدرجة قوية. زين اعطيك واحدة من عيوني. تعال تسلم. والله والله انت؟ لا انا مسلم. انت مسلم؟ هو مسلم، هو ما عاش. اهلا وسهلا. تعرفني انا منو؟ منو انا؟ أنا أرسلني إليك الكاظمي. أنا الطفل المريض المسلم المسلم الشمري مصاب بعجز كلوي المرض النادر. أتمنى يوفروا هذا العلاج. العلاج اللي هو الكبسول والقطرات. القطرات اسمها ستاغون. أريد يوفروا لي وأنا أكون ممنون منكم إذا وفرتوا له هذا العلاج. أنا سكرتيرة للسيد الكاظمي وأرسلني إليك رضاوي مسلم. أنت ولخيك طبعا راح يأمن لك العلاج. هو أرسل كتابة إلى وزير الصحة بتأمين العلاج مع المسلم الشمري فورا. ليش؟ أنت مو مريض آل شمر، أنت الناطق الرسمي باسم شمر على هاللسان الحلو. أتمنى لك الصحة والعافية بالعاطفة اللي عندك والحنان اللي على أخيك. وصلت هاي الرسالة؟ طبعا احنا ما نتمنى لك إلا الخير والصحة والعافية. كل اللي طلبته سوى الكيال كاظمي كتاب إلى وزير الصحة يأمن لك العلاجات، والعلاجات منها لمدة كم شهر تكفل بها السيد الرئيس راح يدفع لك إياها. حتى خاف وزارة الصحة تاخذ وقت بتوفير العلاج، يعتبر محتمل شوية يتأخر. فالسيد القائد العام أرسل لك فتشيء تقدر بيه تأمن بيه العلاج. هاي حالة. الحالة الثانية في وقت الفراغ والتسلية دز لك فشي إليك تحبه أنت. زين قوي بيه معارفك ومهاراتك هاي الحلوة اللي عندك. زين سلامة وتحياته إليك، وهو عنده خبر عن يمك الآن. زين عزيزي ان شاء الله نزورك زياره ثانيه من تكون متعافي. نشكر رئيس الوزراء انه مصطفى الكاظمي المحترم وفر لي العلاج، وانا اشكره من كل قلبي. وانا اشكره مو بسيطه، اشكره من هواي. ان شاء الله ترجع لك الصحه والعافيه ان شاء الله. زين ان شاء الله. والله يصبرك الكلمات الحلوه وهاللسان وهالفطنه اللي عنده. زين والمعنويه والعاطفه اللي تحملها. الله يسلمك. اشكرك. هسه عيونك راح تبقى يقول انا اخاف تروح عيونه وما اشوفه بيوم. ليش؟ راح اذا زاد العلاج وما وفرنا القطرات راح تروح عيوني وراح اعمل لدرجه قويه. زين اعطيك واحده من عيوني انا؟ لا تسلم. ها؟ تسلم. ها؟ تسلم. الله يسلمك. الله يسلمك. هذا الكتاب هو بي السيد القائد العام الطي عازم وزارة الصحة يأمنوا لك العلاج، ولحين تأمين العلاج فالأمور ماشية. لا تقلق حبيبي. زين سلام وتحياتي رئيس الوزراء.